مها مها يلا 5 دقايق الغداء بيكون جاهز. ايه تعي 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 لهون تعي. وليش هيك عم تحكي معي؟ هيك هلا بتعرفي ليش. تعي لشوف انت شو وعدتيني لما كنت عندك بالمكتب؟ شو وعدتك؟ وعدتيني ارجع لعندك ونطلع سوا، صح ولا لا؟ اي صح. وليش ما انتظرتيني ورحتي لحالك لعند هنا؟ ايه خلصنا دوام بكير رحنا لعندها لهنا على البيت. بالله شو؟ وطرقتيني الترين بنزين بالروحة والترين بالرجعة ما؟ هلا انت متضايق على الترين البنزين ولا لانه راحت عليك شفتها لهنا؟ وانت شو رأيي؟ رأيي بتعرفه منيح. ايه روحي حطي اكل، روحي حطي اكل. رأيي بتعرفه منيح ولا صار لك رأي؟ الحق علي انا. انا اللي كان لازم الزق بالمكتب وما اتحرك لحتى تكون اجري على اجرى وقت تروح. لطيف اسألني. لكن بدك تيجي تتغدى وتفوت تنام وما تجيب لي سيرة، معناتها رايح على حفل الجماهير الخيرية. أنا بورجيك، أنا بورجيك يا جميل، عن جد بدي ورجيك. امك معك من حلب. شلون ان شاء الله؟ منيحه؟ منيحه الحمد لله. سلم عليك. مو جاي لعنا؟ لا اختك بدها تولد. ايه مشان هيك فيقتيني. خفت انسى حبيبي، خفت انسى لا تواخذنا. نسيان شي جميل؟ اه نسيان شي دليا؟ لا مالي نسيان. تذكر مني؟ متذكر مالي نسيان. من هون لهون؟ اه من هون لهني؟ لك دينام. ايه انا صحيح تذكرت لها شغله، اجت لعندي وحده واعطتني بطاقه دعوه مشان الحفل الخيري للمعاقين، وقال انه اجت لعندك واعطتك بطاقه ثانيه سيد جميل، سمعتني؟ هي هيك صارت القصه كلها. اكيد مرتي ورا القصه كلها تبع الجمعيه. شباب جميل عم احكي معها. ايه مزبوط اجت لعندي صح. يعني بدك تروح على الحفل الخيري؟ ايه بنروح بنغير جو بنتعرف على ناس جداد. ايه بس الحفل الخيري بده تبرعات سيد جميل، شو بنا؟ ايه شو عليه؟ بنتبرع، هذا عمل خير ولازم نعمله نحن. انت رايح تتبرع ولا رايح تقابل لك شي وحده؟ انت شو رايك؟ والله انا برايي انه ما في روحه سيد جميل. لا ما بيصير ست هذا، الله يسامحك. عجيب، هذا فعل خير، شلون ما بدي كان يروح؟ الجماعة قدرونا واحترمونا ولازم نروح، وإلا بيقولوا عنا بخلة. بخلة؟ عجيب، ليش سيد جميل أنت قديش ناوي تتبرع؟ ستي، اللي فيه النصيب، اللي بنقدر عليه بنتبرع فيه، هيك وهيك رواتبنا بتعيشنا وبتزيد، كل شيء زايد من رواتبي راح أتبرع فيه. ايه لا حبيبي، يلي بدك تتبرع فيهم انا باخذهم وبروح لعندهم شخصيا وبعطيهم للجمعيه. لك يا انه القصه مو قصه دفع، بس ما حلوه خجلها للمخلوقه، اجت لعندي على المكتب وعزمتني ما حلوه. بلا شو؟ بان على حقيقتك يا غشاش، قول انه بدك تروح على الحفله بس مشان انك خايف على حسيزه ومشاعره وبس وتقابلها. ايه انا صح بدي اقابل وحده بس مو هي اللي اجت لعندي على المكتب. لكن منو هاي؟ بدي اقابل افقات. لك صحيح نسيت لك، ما طلعت هي كمان عضوة بالجمعية الخيرية واجت لعندي وترجتني احضر، ايه ما حد بخجلها، كمان هي غالية علي. شو؟ ما عم تردني شايف؟ لك ايدي على راسك، مو انت ورا المقلبة تبع الجمعية الخيرية. كبري عقلك بقى، كم مرة بدي لك بطلي الجرنات لك انه يا بربي لك تقبر قلبي تطلع تطلع على قبري ولك تقبر قلبي شو بحبك. عجيب كيف فرت يا جميل انا حبيت اعملها من زمان. يا ربي سوي لك قهوه. قومي سوي لي ولا فيوز. جاهز بابا؟ ايه بدك تحزر بانو ايد هلا. ها انو؟ نهائي. لا ما حزرت. ما حلوه اللعبه نلعب تبع الزير. ماشي وانا الحصان. انت الحصان تمام وانا سلوم. يقول الزين ابو ليلى تضرب انت. ليش وقعت ابي ليش وقعت؟ سالم بعتيون طبعا بريح عليكي مري.
بعتهم قبضت حقهم كاش. يا عيني عليكي حبيبته، انت ليش ما بتعرفي التاجر اللي عم تجيب من عنده ليلى؟ بنصير نحن بنساله لو مربحنا بيصير اكثر بدون ما تكون هي وصيه. يبعت لقتله لشيء عم تعرفني عليه؟ ما عم تعرفني عليه. مو مشكله، انا بكره بطريقتي الخاصه بدي اعرف مين هو التاجر وحل الموضوع. عملي 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 شو سحر هون سرك لانه عم تخبي مصاري ما تبطليها عادة الخصورة. يلا بابا تعا نكمل لعبه الزير بس انا الحصان هلا. يلا اطلع اطلع. الغزو الغزو. بدي كمل صحتي ورقه، بدي كمل المشهد اللي عم بقراه بالصفحه اللي قبلها. يرضى عليك بس خليني اقطع. اقطع بلا ما تقطع هلا. شو رايك وزير هلا معقوله تكون هنا ورا قصه الحفله الخيريه؟ اكيد. ايوه لكن قوم البس وروح لعند جميل فهم شو صار بينه وبين مرته من ورا القصة. ما بدي لانه اكيد اذا بدي يروح لعنده هنا ما حتخليني اقعد انا وياه ولا اتهنى ولا بلحظه. طيب دق له تليفون وعزمه على فنجان قهوه بشي كافتيريا. لك شو بكيت الثانيه بحس انه عازمه مشان اخذ منه اخبار، واذا حس جميل هيك بلعون جميل كثير ما بعود بيعطيني ولا خبر. طيب شلون بدك تعرف شو صار؟ بكره بروح لعنده على المكتب بنسل منه الاخبار نسل بدون ما يحس. نسل بكره الجمعه. ايوه السبت مو مشكله. نعم بدك تقعد من هون ليوم السبت بلا كتابه. طيب شو طالع بيدي شو بدي اعمل لك ها؟ والغالي اللي عم ينتظر ال 200 صفحه. ستي ينتظر كم يوم بينتظر له كم يوم ثاني. ايه بس انا عندي مشكله. وين مشكلتي؟ ايدي عم تحكني. انا بحك لك اياها. ايه هي ما بيحك الا الطرابيش. ومن عمي تجيب لي طرابيش؟ من عند الغالي. ايه بكتب لك. ما بتتعشى ما بتتعشى حبيبتي. ما بصير لازم تتعشي وتتغذي منيح. صفياني على نصك انت. لا تمسخري انت محمود. انا صفياني على نصي. مو على نصك على ربعك. ايه 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 لازم تاكلي وتتغذي ما بصير هيك تضلي. حبيبتي انا عامله ريجيم ما بدي اكل. حره يا اختي شرفي الله معي. ايه بلا ريجيم بلا ميجيم. افتحي انا لسه ما خلصت حديثي. بلا ريجيم بلا ميجيم لازم تاكلي مشان يقوى عودك بعدين بينقرف بصير جوزك جميل يدور على غيرك ويطلع على سواكي. سواكي؟ ايه هيك قلتي؟ هيك قلتي. اساليني الي انا الي خبره بالرجال يا حصرتي وقت كان عايش ابو محمود يا حصرتي. يعني كنت هيك برفيله مثل الدبه وقت مات صفيت على نصي من حزني عليه. انا بدي هيك رفع الخيط انا عرفت. يبلي يا بحبها وين راحت؟ هنا افتحي لسه ما كملت حديثي. هنا تروح خنق هربت من العشاء ماشي شو عليه. جميل ايش بعد ليش صاير نومك كثير؟ شو هالشاعريه تبعك هي توا؟ هي دير طاوة بحبيبي. خير شو بدي؟ هلا انت بتحب المعجعجات ولا الرفاه؟ عن شو عم تحكي انت؟ يعني عن شو عم بحكي؟ عن نسوان. عن نسوان؟ انت ايه. شو؟ نسوان. ايه وانت معجعجات ولا سنكيه؟ لا حبيبي انا وسط. ايه انا بحب الوسط. والله شو بتحب الكل لانه الوسط؟ ياك لا مو كلهم، انا مستعد احبهم كلهم كلهم اذا كانوا مثلك. ايه لا حبيبي ما بيمشي هذا الكلام، ما بس تحب غيري انا وبس. خلاص من اولت امبارح وطالع ما عاد حب غيرك. بلنا شو واللي قبله واللي قبله؟ اللي قبله راح مع اللي قبله هن ودينار. ما في جميل هلا بدك تحكي هلا بدك تحكيني. ايه طيب بسال افقات وهي شو بتقلي بقلك؟ حكيم جميل حبيبي ما باين علي عم بمزح هلا تقبر قلبي ما عرفني انه عم بمزح. نام روحي نام انا اللي بدك اياه بس نام. عجيم عجيم. يا اهلا وسهلا تفضلي. كثير ليه معزبي حالي؟ لا ما في عذاب ابدا ولو اقل منها. ما قلتي لي بقديش اشتريتوا البيت؟ مليونين. مو غالي والله. مثل ما بتعرفي ست مها الجار قبل الدار، ونحن قبل ما نجي نشتري هون الشقه سالنا عنكم وعن بقيه الجيران وكلياتهم مدحونا فيكم. تسلمي عينك، هذا مكسب لنا يكون في عنا جيران اوادم مثلكم. ها هي اجا جوزي. أهلين نعيم، بعرفك على جارتنا وصال اللي سكنوا جديد عنا بالبناية فوق بالطابق الثالث.
يا اهلا يا اهلا. وانا عم اقول لحالي ليش صار للبنايه يومين منوره، عم اقول لحالي اكيد في سبب لحتى تنور البنايه، اكيد في شيء هيك طاغي جميل ظريف اجا وحل بالبنايه لحتى اشرقت فجاه. اهلا فيك جارنا. وامتى انتقلتوا لعنا؟ امتى؟ اولت امبارح جارنا. الله لا يسامحكم على هالعمله. ليش جارنا؟ لانه صار لكم يومين بالبنايه ولهلا لحتى زرتونا. صحيح احنا اللي لازم نطلع نزوركم بالاول ونبارك لكم، بس احنا عذرنا معنا، مانا عرفانين انه في عنا بالبنايه هيك جيران حلوين وظراف واكابر واولاد عيله لحتى نطلع نزورهم، مو هيك مها؟ مزبوط. بس ما صار شيء، معلش، على كل نحن رح نرد لكم هالزياره باقرب فرصه، وبهاليومين ان شاء الله رح نطلع ونزوركم. بتشرفوا جار؟ حلوه. خير جارنا وشي في شي؟ في شي؟ في ميت شي وشي. عدي معي، في جمال، في سحر، في رونق، في أكابرية، في ثقة وعزة نفسي منعاني. نعيم بديك شوي. بصير عدي نترك جارتنا لحالها قاعدة بالصالون، بركي بلل بركي دقت خلاقها. جارتنا بدي اسألك سؤال صغير إذا ما في مانع. تفضل جارنا. حضرتك شو بتعملي لوشك لحتى بصير هيك حلو؟ بغسله. بس بس يعني مكياجات كريمات بودرة معاجين من هدول اللي بيستعملوهم النسوان ما بتستعملي؟ لا ما بستعمل شي جارنا. ايه لا بقى لا سترو، بفهم من حكيك انه جمالك هيك رباني. انا هيك الله خلقني جارنا. نعيم بديك شوي. بعدين بعدين. انا بتسمحوا لي باين انه في عندكم شيء مهم وبدكم تساووا. الله معك الله معك حبيبتي الله معي. عم ننتظر منكم زياره جارنا. اكيد اكيد نحن ناطرين بفارغ الصبر للدكتور. على السلامه. لك انت شو شو انت شو جنسك؟ انا جنسي زكا. يا لطيف لك يا لطيف. ما اسالني ما هي. ايه ما اسالك، مو بس ما اسالك وما قال ذوقك، لك المخلوقه اول مره بتفوت على بيتنا، ضروري تسمعك الدرر تبعك بركي تضايقت. ما تضايقت، ما شفتي قديش مبسوطه وعم تاخذ وتعطي. بس انا تضايقت. ليش لحتى تتضايقي يا روحي؟ ليش لحتى اتضايق؟ انا تركت لك البيت والبنايه وكل الدنيا. يا عمري يا حياتي، الشغلة ما بدها كل هالتعصيب، طولي بالك شوي. ما بدها كل هالتعصيب؟ سودت لي وشي قدام المخلوقة، صرت قد السمسمة قدامك. ليش لحتى يسود وشك؟ جارة جديدة اجتنا وعم نتعرف عليها وجاملناها بكلمتين. هي مو مجاملة نعيم، هي مو مجاملة، هذا اسمه غزل، أنا ما عاد أقدر أتحمل. طفح الكيل طفح الكيل. يا روحي مثل ما طفح الكيل من نقصه شوي. يا عمري بس أنت طولي بالك وذكي حالك. يا لطيف يا لطيف. ما اسألني مرة. إيه نعيم ثقيل أنت كثير ثقيل. ليكي خدي هي بتلزنك، بركي طلعتي مشوار انت وهنا. عنك عنك انت لا تعذبي حالك بنوم. طولي بالك شاوري عقلك. يضربوني وهيك برامج، بيعرفوا انه اليوم الجمعة والناس بدها تتسلى، بروحوا بيعطوا هيك برامج. بابا خدنا شي مشوار. لوين؟ لوين ما كان، المهم نشم هوا. شو رأيك انه بس منه السيارة لساتها معي وقبل ما يقحطولي، شو رأيك نروح فيها مشوار؟ ليش لا؟ قط ما بيهرب من عرس. الو الو سكرت بوشي. شو قررتوا؟ نقوم من البيت؟ أنا ما عندي مانع، اسأل أمه. الو الو كمان سكرت بوشي سيد جميل، مدري ليش كل ما تسمع صوتي ما بيعجبها. ابصر بجوز حدا عم يدق النمره غلط ويكتشف بالاخير لما عم يسمع صوتك انه غلط. بلشوا ليش ما بتقول انه عم تتصل فيك وحده؟ بسيطه هلا اذا رجعت اتصلت برد انا ومنشوف. هلا شو صار معكم؟ نقوم من البيت؟ لك طول بالك، سأل امك مالك شايفه شلون طبزت. كتر خيرك، على كل من بكره بيكون عندي كاشف رقم، بدي اعرف منو هالست اللي عم تتصل. شرف رد. هاتي عمك شو. الو 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 رجعت سكرت ديال المظلوم عم تربو بريء. بلش شو طبيعي ما ترد، ما عرفت انه انا بالبيت، شلون بدها تحكي معاه؟ طالما عرفت انه حضرتك بالبيت ليش لا ترجع تتصل مره ثانيه؟ حيواني. شفتي شفت. لا تتحيروا ولا تتعذبوا، هلا اذا رن التليفون مره ثانيه خلوا سليم يرد تنحل المشكله.
ردوا لا ما بدي. بدك ترين؟ ما بدي. بعت لك حلمس عينك ما بتستحي. وحدة وقحة فصعونة انا عم تقلي حبيبي. مين ما دخلني هي اللي حكيت معي؟ ما انا قلت لك انه تبطل تحكي معها وتلتفت لدروسها؟ حاضر. هي اخر مرة ها بتعمل وما بدق لهون. شو صار معكم؟ بدنا نروح مشوار ولا لا؟ شو رأيك انه بنقدر نروح؟ منروح. يلا قوموا البسوا. شرفوا. لا ترد ابي، لا ترد، خليك رجال. حطهم هون وروا لجوا يلا. يوب 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 لخ ايش بك؟ هلا ايش معك؟ ايش بدك؟ ما بدك تاخذنا سيران اليوم جمعة، طقت خلقنا بالابو. شو؟ بدك تتسابى الاولاد؟ ايوه روموا تجروا، نحن خدنا سيارين نحن بالبق للشو حمر جوحة ولا ابو بريس ابقاب. يعطيك العافية وعافية. أهلين خيتون تحسين، أهلين وسهلين. محمود فوق؟ إيه طبعا فوق، وين بدك تروح يعني؟ بتخاف تشم الهواء يقوم ينقص. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، يا سلام. أنا حاسة حالي صرت مثل شمشوم الجبار. هلا العريس بعدهم اللي وعدتني فيه أنا على الأسكي، أنا هون جنبه. لا ما بقعد جنبه، بركي مو حلو معاه ناسبني. مالي موعدة حدا، مين يا ترى؟ هذا انتي؟ ليش مستني حدا غيري؟ لا مالي مستني حدا، شو بدك مني؟ جاي اطمن عنك ام محمود. ايه جاي عم تخفي بايديك، جيبي لك اقل شيء شغله بطريقك. مو انتي قلتي ما عاد بدك تاكلي عندي وبمطعمي؟ لا تردي علي، كنت عم امزح معك. ام تحسين وقت قعدتي انتي وابو تحسين على الاسكي، وين قعدتي؟ يعني يمين لما على الشمال؟ شو صار مع عمان؟ شو بيعرفني؟ عم تسالي لي؟ لا تواخذني، انا احيانا بسال اسئله غليظه بتحاور، فكرت حالي بموت انا. يا حبيبي اذا من هلا هيك عم جاوب شلون بس ياخذ كفاءه؟ انه شو صار معك؟ ايه روحي ايه روحي، جاهزه انا يلا هم شوفي. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. يلا تفضلوا شرفي شرفي. يما لو وسهلا. اهلين وسهلين. شو هذا؟ ليش حامل شنطايتك؟ لك يا هنو هذا سؤال بينسال وهي على الباب. عيب. اهلا وسهلا. تفضلي تفضلي تفضلي. فوتوا بابا. شو جابها هلا؟ ظاهر اجيت بوقت غير مناسب. ايه والله اجيتي بوقت غير مناسب، بس معلش تفضلي معنا، نحن رايحين مشوار. خلص ماما عيب، يلا فوتوا تقوا اخوك على الغرفه. اوان والمشوار؟ خلص الاسبوع الجاي، يلا تقبرني. خلص لليوم روي، لا تنسي الجمعة الجاي بابا أنا بأخذكم مشوار بالسيارة إذا بقيت معي وما أحطوني. إن شاء الله ياخدوها منا. إن شاء الله ترفكش أصبعتك شوف الجاب على غرفتكم. يلا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بالست ما حضرتي وما حضر واجبك. ميت أهلا وسهلا. بس شبك كأنك زعلانة شوي، خير في شي؟ زعلت أنا ونعيم؟ لا لا لا، الله لا يعطي عافية، حد عنده زوجة جميلة مثل الست ما بزعلها؟ لا ما بيصير يزعل، وانت كمان جميل ما بيصير تزعل الاولاد، لذلك لازم تاخذهم مشوار. شو رايك؟ مزبوط، على عيني رح اخذهم على اسمكم. طولي بقى ها، ليروح يترك الاولاد بجنينه او عند بيت جده ويروح يقابل له شي وحده. جميل ما عاد في روحه. ليش ما طولي بالك؟ ليش انه شو اللي غير رايك هيك فجاه؟ هيك ما في روحه يعني ما في روحه. فوت انت وياها على غرفتكم درسوا. اما انه شو صار لي؟ قبل شوي قلتي لي اخذ الشباب مشوار. ايه روحي، وهلا بطلت، بجوز اعتازك انا ومها هون بالبيت. لا اذا هيك تكرم عينك، انا في خدمة الطيبين دائما وابدا. قومي معنا اقعد بطنه احسن، قومي حبيبتي. جميل خليك قاعد هون، ما بدي اياك تنادي لك. لك فهمني بدنا نروح ولا لا؟ والله مبين بابا انه مانا رايحين، يلا عوضكم على الله منروح الجمعة الجاية. طيب بابا شو رأيك بهالفكرة؟ أني فكرة؟ نستنى رفيقة الماما لتروح بعدين نحن بنروح المشوار. مالك شايفة نات عشان تاي مبينة شغلتها طويلة عنا. حظي بيفلق الصخر. خلص لا تكلام، الجمعة الجاية إن شاء الله باخدكم مشوار بالسيارة. إذا ما أخذوا السيارة وأحطوني. إن شاء الله بيأحطونك. إن شاء الله بتنحط إصبعتك تضرب على المفاولة. وهي هي كل القصة. ويا عليكي ويا عليكي، لهيك قلبي على نصي. شوفي حبيبتي، هي مو أول مرة جوزك بجامل. أيوة طول عمري بعرفه عم يغازل وجامل نسوان على الطالع وعلى النازل، مو أول مرة. إي ما بعرف، حسيته زودها كثير ما قدرت أتحمله. طب هلا شو ناوي تعملي؟
جاي احرد عندك كم يوم لبين ما يجي ويصالحني. وهي وبركي قعدتي عندي شهر. انا اذا ما بدك تتحمليني انا بروح بحرد عند غيرك. لا حبيبتي لا تبكي بتوري قلبي مثل ما تحملتيني بتعمل يبليكي بيتك بس جوزي غير جوزك. خلينا هون رح عم بمسح معك عجيب، عم بسبب لي مسح عجيب حبيبة قلبي. خلينا هلا نفكر شلون بدنا نجيب نعيمي صالحك. ما في غير انت وجميل تتدخلوا بالموضوع وتحلوا، بس من دون ما يعرف نعيم انه جايين من طرفي. ماشي موافقة أنا، بس كمان أنتي ما بصير تتشرطي وتكبري راس وتقعدي تدللي مثل ما أنا عملت. أنا غير أنتي، بعدين جوزي غير جوزك، لذلك أنتي من أول ما بقول لك آسف تغري بتخرسي وبتقحطي لعنده. بس بده يوعدني إنه ما بقى يعيد. لك هلا هو يقول آسف بالأول بعدين بنحكي. موافقة. إيه ماشي، أنا راح لعند جميل لأقول له إنه يروح يجيب نعيم ويجي ياخذك. بس لا تنسي قولي له إنه مو من طرفي. ها ما زبطت هالجمعة، بتزبط الجمعة الجاية بابا. أمي بابا قلبي انت وياه لجوا على الاوضه. اوان اوان سكر باب وراك. جميل معيون جميل حبيبي انت لحقنا حياتي. انت تقبرني. انت دخيلك دخيلك انت يا هلا تنسيني مشان شو انا جاي. حبيبي مها اللي هي زعلانه هي ونعيم، والزعله قويه يعني بدها تقعد عندي شهر، فلذلك بلي مشرمحي بتروح لعند نعيم تجيبه لهون تقبر قلبي. ايه لا ما حسبتي، ما راح اروح، عيب عليها تطلع من بيتها وتحرق. لك الزوجه العاقله بتختلف مع جوزها صح، بس مو على اي خلاف بتضم شنطتها وبتترك البيت وبتمشي. عيب عيب مو هيك انه مو عيب؟ لا مو هيك حبيبي، هذا الكلام مو منطقي، وخاصه لما الرجال بيغلط مع مرته شي غلطه. ايه المفروض مرته ما تقعد عنده ولا دقيقه. لك ليش هيك انبحتي بعدين؟ هذا رايك؟ لك انه ايه هذا رايي طول عمره، هذا رايي والله محيي الثابت. إذا هي خليكي ثابتة على رأيك وخلي رفيقتك عندك. إيه حبيبي بان على حقيقتك، أصلاً أنت بدك إياها تضل هون بس كرمال تطق مع حنك. لك وطي صوتي. ما بدي وطي صوتي. طيب ماشي، ليش ما حضرتك تقومي بتقنعيها أخذها معي لعند جوزها وصالحهم هني؟ بليش بدك يعني أقنعها تطلع معك بالسيارة لعند جوزها؟ ليش مو أنت تقنع جوزها يجي لهون مشان يجي يعتذر لنا ويصالحها؟ آه؟ بصراحة ما راح يقتنع، الرجال كلهم هيك راسهم يابس، ما بيرموها واطية للنسوان. خدي انا مثلا لما حضرتك احرجتي رحت جبتك شيء رميتها واطي. انا الا وقعدتي سنه عند رفيقتك ما عندي استعداد انا جميل الحمصير للرجال اللي جيبك نهائيا. اذا بتعدي عشر سنين بلش يا لكن مين اللي قعد حفي وراي وكعي وباس الايادي كرمال ارجعله سيد جميل؟ امين. بعدين لاقول لك شغله، نعيم مانو مثلك، راسه اطرى من راسك اليابس. كنا نعدين قصدي ان شاء الله يكون راسه اطرى من راس اليابس. انا شو بتفرق معي؟ ماشي راح روح بعدي هيك. شري وينك جميل؟ يعني انت ضروري تجيبه لنعيم ليجي صالحها لمها، حرام. لك ايدي على شواربي. خايفه على مها ولا خايفه يقعد انا وياها وانطق حدا؟ بدك الصراحه ايه؟ انا كثير بحبك يا جميل وبموت عليك. انا ما بدي ابعد عنك ولا لحظه، فكيف بدك يعني اتركك ونايم على الصوفة وانا اتخذ لحالي؟ انا بشتاق لك عن جد جميل، كثير بشتاق لك. ما اذا فيها نومي على الصوفة هلا بروح بجيبه بش حطه من مناخيره. انا شحط ما بدي نام على الصوفة. انا كمان ما بدي اتنام على الصوفة. ناجع عليك. منال لك منال تعالي هون. خرج ومتفرج قوم قاعد مثل عم تطعي عود هنيك ما في سبستو. لك منال يا منال ليش عم تعيط؟ بس تجي بتضوج الدنيا شباب. تعي تعي شوفي شو جبت لك. شيل هي من هون. لقيت لك واحد مبسط براسه الحمديه لقطهم منه لقطه. شوفي على القطعه ما احلاها. قديش جبت القطعه؟ طلب 1500 بالقطعه الواحده. لك طولي بالك، ضليت نزله ضليت نزله هيك. لك قوم من هون قوم من هون، ضليت نزله لحتى اخذت الخمس قطع ب 1500 ليره، ارخص من اللي بتاخذيهم من ليله ب 100 ليره، على كل الاحوال قومي اطلعي عند الجيران، قومي اول خلينا نستنزل. قوم من وشي انت لخليني شوف، استنى علي شوي لشوف شو هاد. الله يصلحك يا سالم على هالشروه. ليش شو بالشروه؟ لك كله ما بينفعوا هدول ستوكات. لك شو يعني ستوكات؟ لك يعني مو مثل البضاعه اللي عم تبيعنا اياها ليلى، ما بتعرف هلا شو يعني ستوكات، نص ثياب وجراباتك اللي عم تلبسها. لك روح من وشي. ستوكات. لك هلا شو ستوكات وما ستوكات؟ انت اطلعي لعندهم رقصيلهم شوي بياخذوهم منك. اوه حبيبتي يلا قومي. استنى علينا. لك يلا حبيبتي قومي ما بت... لك ابي اقعد هني العمى شو وري. اوه حبيبتي اوه يلا قومي. الله يسامحك يا سالم على هالقصه. وما بتعلق لك. اذا باعت القطعه ب 500 ليره معناتها بنربح بالقطعه الواحده 200 ليره، خمس قطع قديش نربح فيهم؟ دمره. دمره؟ طيب كب نصهم بالبحر. كبه.
رجع لي الهواشياته. رجع. وقف. عود هني. ألف ليرة. ناح نامي. خليها. وسيم. نعم. هلا أنت كتبت عن كل الأحداث اللي صارت بين جميل وهنا لحد هلا؟ نعم. ما نسيت ولا حداث؟ لا. طيب كتبت عن أم محمود شلون باعت بيتها ولحقته؟ لا. لك حاج تقلب قلت لك خلي هر خليها هون خلي رجعها. أيوة. لا الثاني. أيوة. طيب كتبت عن أمل شلون تركت التمثيل ورجعت على المديرية؟ لا. طيب كتبت عن الانتخابات؟ لا. لك حق. أيوة اتركها. يا عيني عليك ملكاتي. لا. قوم اكتب شي 200 صفحة. لا. لك مشان هذا الغالي بركي بيقبضنا. نعم. لك هات لهون هذا التلفزيون ما بيطعم الخبز. انت حطيتي العشاء؟ لا. ما ساويتي لي لحمة؟ لا. يعني انا لازم الزهرة مسمي الكراتي؟ نعم. ما بتندمي اذا متت؟ لا. ما بدي. يا نعيم طول بالك الله يرضى عليك، خلينا نحل القصة وناكل حلوانها. أخي أنا إلي شرط، بتقدر تنفذ لي شرطي؟ ماشي الحال، ما بتقدر تنفذ لي شرطي تصطفين، أنا شرطي إنها تعتذر هي مني وتقلي إني ما عاد بحرات. شوف، راح أحكي معك الحقيقة، أنت حقك تشرط شو ما كان، بس بيني وبينك عم تزودها شوي، ما حلوة كل ما شفت وحدة تعمل لها بخ وتقعد تجامل شلون ما كان، كمان زوجتك عندها مشاعر وأحاسيس. هلا بلا مشاعر بلا احاسيس انا هاد شرطي، بتقدر انت ومرتك تنفذوا لي شرطي انا بروح معكم، ما بتقدروا تتركوني منقوع هون. يا لطيف ما اسالني ما صح بعرف. قوم ايه هي. نعم. طيب شو رايك نقوم نروح لعند جميل وهنا؟ لح شو بدنا نسوي عنده؟ زياره. ما بتعرف بهالزياره شو بصير احداث. سعاد اذا كنت ناوي تعملي لك شي مشكله فتأكدي ما حتستفيدي شي تاني من وبها. لك ليش؟ لأنه جميل متزاول منك، وبعدين إذا بتعملي مشكلة تاني بدي يتزاول مني ومنك، وبصراحة يعني حنخسر كتير وأنا ما بحب كرر الفكرة مرتين. طيب ماشي نعمل زيارة عادلة، ممكن يعلقوا منهم لبعضهم بشغلة ما لنا دخل فيها. بتعرفي ما يعلقوا مع بعضهم؟ قبل الضو جميل بدي يتصل فيني، دخلك يا وسيم تعال حل لي المشكلة. ايه بس الشوف مو مثل الحكي، لما بتشوف المشكلة أنت بعينك غير لما بيحكي لك إياها جميل. ايه بهي الحق معك. قوم البس لك. طيب ما بنلاقي شي سبب وجيه للزيارة، وخاصة انه امبارح نحن كنا عم نتغدى نحن وياه. ايه شو عليه؟ بنقول له كنا مارقين من ناحكم حبينا نشرب فنجان قهوة. انت شايفة هذا السبب يعني كثير مقنع؟ لك ايه مقنع كثير، يلا قوم البس اوام. مراها. إذا أنت هيك شايفة مثل ما بدك، شرفي ها. هي قلنا. أزيم رؤيهم علينا وإزاي عديهم علينا بيردوا الكورس. ازاي عديهم وازاي عديهم وازاي عديهم. ايه محمود انا خلصت صوت غبي. لا تعدي هون عدي جنبي. بخاف تنكسر. لا ما بتنكسر، بتخفص هديك. لانه ام محمود بدك تراجع الدكتور؟ لا ما بدي راجع حدا، طبط حاسه حالي صرت مثل هرقل. مشان هيك بدي اياك تراجعي للدكتور مشان يخفف لك الدواء. ما بدي راجعه، مجنون خلقه هو، من كتر ما حصرتي ما بيمرق عليه اشكال وانوان، مجانين ومايسترين. هستا طيب انا نازله اشتري كيلو رز عشان اطبخ. ليش ما عطوكي مخصصات هالشهر؟ كم بلا بس ما بيكفونا، كل واحد بالشهر نص كيلو رز، ايش بيكفوا كيلو ونص؟ انت مبزره، الحكومه دارسه دراسه وافيه لهي المساله، مخصصه لكل نفر نص كيلو رز. مو عاجبتك الحكومه؟ لازم تعجبك لانه عنا كل راس قدته بخطط لهذا البلد ولكل انحاء العالم، هيك قالوا بالنشره الجويه. اي الله يخلينا هالحكومه. امين. شو بدك تعملي جنب الرز؟ فاصوليه. بحبها. تكرم عينك هلا بجيب لك صحن. لا تبعتي لي. اتصطف لي. لا ابعتي لي، بعملها تشكيله مع الاكل. الفاصوليه خضراء ولا حب؟ لا حب. ينتعك الدب. سمعتيني؟ لا ما سمعتك. اسمعيني. قومي قوام، اجا جوزي، يلا قوام قومي معي. رح اطلع بس بشرط بتخليه هو اللي يعتذر. لك مو بس بدي يخليه يعتذر، بدي يخليه يبوس ايديك ورجلك بس كرمال يرجعك، وبطلي لي هالحرارة خاصة عندي بالبيت، مو مشان شي تقبري قلبي، ما بدي اياك يا حمدان. قومي يا جوزي. يا اهلين استاذ نعيم، اهلا وسهلا، كيفك؟ شو اخبارك؟ كيف صحتك؟ ان شاء الله تمام؟ الله يسلمك، تفضل استريح اهلين. ايه
مدام هنا، كيفك؟ طمنينا عنك. ان شاء الله ما عدتي حسيتي بشي من اثار الحادث الاليم. لا ابدا، الحمد لله اموري كلها تمام. بتعرفي يا استاذ جميل انه الله بيحبك كثير؟ بتعرف يا استاذ نعيم انه الله سبحانه وتعالى بيحب كل عباده؟ بتعرف انه بيحبك الك بشكل خاص لانه طعمك هالوجه الحلو وهالرونق وهالسحر، وكان ممكن لا سمح الله لا سمح الله طبعا مدامتك تروح بالحادث، بس الله سبحانه وتعالى من كتر ما بيحبك انقذها. وبتعرف انت انه الله طعمك زوجي ما شاء الله عنا، شوف هالعيون، شوف هالشعر، شوف هالطلة، شوف هالرونق، شوف هالجمال الأخاز. الله بيحبكن انتو اتنين بس لأنه طعمكن هيك نسوان، بس الله بيعطي الحلاوة اللي ماله دراس. لا يا مدام هنا، الله يسامحك، انت بتعرفي انه انا اكتر رجال بالعالم بيقدر ذوق المرة وجمال المرة وسحر المرة وعيون المرة. طالما بتقدر انف المرة وعيون المرة وذوق المرة ورونق المرة، ليش مزعل مرتك انت؟ أعوذ بالله، أنا مزعلة، هي زعلانة لحالها. شو هالنوع؟ موعدة حدا؟ لا ماني موعدة حدا، أنت موعد حدا. إيه أم افتح الباب أوام. إيه بفتح، عن إذنكم يا عن إذنك. وقت الضيوف بعرف. أهلا وسهلا. مرحبا مرحبا أستاذ جميل، كيفك؟ لك شو جابك؟ قلت لك اشتقت لك يا أخي، اشتقت لك. تفضلوا أهلا وسهلا. مرحبا. تفضلوا يا أخي. أهلين كيفك؟ يا أهلا وسهلا، تفضلوا أهلا وسهلا، أنا حساويكم قهوة، تفضلوا. يلا تفضلوا، أهلا وسهلا فيكم، شرفوا شرفوا. يعني أنت عم تفهم علي هما؟ نعم بابا. يعني قرب لهون لك بابا بصير تفهم أكثر. أنا بابا بحس إنه الولد الصالح غير الولد الطالح، صح؟ نعم بابا. يعني هلا انا مفكر بابا انه نحن الثلاثه نشتغل بالتجاره، يعني انت بطلك من المدرسه تشتغل بالتجاره، وامك بطلها من وظيفه تشتغل بالتجاره، وانا بطل من وظيفتي وصير تاجر. يعني عم فكر بابا انه نحن الثلاثه نسرح على البسطات نبيع اواعي، يا ريت نشترينا كمان كنا ربحنا اكثر، ما هيك لك بابا؟ شايفك راجع معك الغراض، ليش ما بعتيه؟ عم بسالك ليش ما بعتيهم، ما تجاوبيني؟ ولا وحده قبلت تشتري قطعه. وليش بقى؟ شو ليش بقى؟ ما عجبوهم. ليش لحتى ما يعجبوهم؟ اتياب ظريفه وبتطير عقل، لك اتياب بتطير دبلات العقل، بعدين قطع خفيفه يعني بزعره مو غالي، ليش لحتى ما يعجبوهم؟ لك شو بيعرفني؟ قلت لك من الاول بضاعتك ستوك، ما صدقتني. يعني هلا شو بدنا نعمل فيهم؟ ها؟ شو بعرفني شو بدنا نعمل فيهم؟ روح رجعهم مطرح ما جبتهم. وين بدي الاقي صاحب البسطه؟ مثل ما قلت لك شقيح، اخذتهم منه عرصيف كان مبسط. ما بعرف، روح بسط انت بيعهم، شو دخلني انا اللي جبتهم ولا انت؟ بسيطة همام، بسيطة، لا تنقري لا تنقري، هيك التجارة ربح وخسارة، تعرف ليش أنا بحبها؟ ها؟ لأنك بتلقدعك، بتلقدعك حيو همام. لا 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 عيني، شو اللي جابها لهي؟ هنا؟ نعم بدي أسألك عيوني نعيم وما شبن؟ ما شبن شي؟ شلون ما شبن شي؟ ما عم يحكوا مع بعضهم وقاعدين هيك موزمين بوش بعض. بصراحة ما هو نعيم متخانقين وجايين عندي ما حردانة. لا ايه، وانت يعني شلون بتخليها تحرد عندك؟ جوزك قاعد بالبيت. واذا جوزي قاعد بالبيت شو يعني بقلع على رفيقتي؟ رفيقتي رفيقة عمري هاي. لا يو شو تقلعيها؟ رفيقة عمرك مزبوط، وبعدين اذا انت ما وقفتي معها مين بده يوقف؟ شفتي؟ بعدين جوزك ادمي ما بيبصبص، ما ادمي ادمي كثير اكيد ادمي جميل. ساعدي؟ لا حبيبتي ما تساعديني، انتي روحي لعند جوزك عادي وطري لي جاي تقبري قلبي. روحي حبيبتي روحي. قلك ماي اسكب لك. لا تقبري قلبي، طري الجو بس تقبرين. اوكي انامي جوزي انامي. ايش شو هالمصيبه هيك؟ اذا قلعناها لمها تزعل، واذا خليناها بنخاف على جميل. شو هالمصيبه؟ ما في غير اني صالحهم مع بعض وخلصنا القصه. لازم احط لك حاجة حرام. العفا مليت، طولت كثير عندي وانا ما بحسن، بخاف على جميل. قبل قلبي دل العيني دل كبير قوي خير، معناتها رايحه بخير ما بتزعل. ايدي بظنارك يا خاي، ايدي بظنارك انا. وين 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 هجمه خايته؟ وين هجمه؟ وين هجمه؟ شو دخلك؟ شلون ايش دخلني انا ناطور بناي؟ بالله بالله. ايه اول مره بشوفك هون انا. وليش لك على اذا شفتيني هلا ولا ما شفتيني؟ وين رايحه؟ بالله بالله. رايحه لعند الاستاذ جميل. انت شو دخلك؟ شلون ايش دخلني؟ اقعد دخل لعند الاستاذ جميل، ايش اسوي عنده؟ ايش دخلك خيي؟ ايش بك؟ ايش بك بحط علي مثل ابوه وانا صغير؟ شو هذا اللي وقع منا؟ الشو شو؟ ربعت
شي ما بيعني؟ ايه انا بورجيكي، هتضربي مو هيك؟ ايوه مرحبا جميل استاذ جميل. ايه مو هون بالمديرية بس. ايه هون بالمديرية وكل مكان تحت الشمس. انا اسمي الاستاذ جميل، شو بدي؟ بدي صورتك. مشان شو صورتي؟ بدي كبرها واطبعها. لك ليش بدك تطبعيها؟ هي علينا مشان الانتخابات، نحن بدنا اياك انت تكون مديرنا، يا احلى مدير بالعالم، يا اجمل جميل. مين عم تحكي احلى جميل؟ مين عم تحكي جميل؟ انسه امل. مرحبا مدام. اهلين انسه امل. اهلين، كيفك؟ الحمد لله. ليشك عم تحكي مع جوزي؟ ما عم بحكي معه، عم بحكي له. لا بعدين بحكي لك. خلص امل روحي على الشغل، خلص بنحكي بالشغل. يلا حاضر. الله معك. مع السلامه، باي باي. الله معك. اسافر على بلغاريا. بلغاريا؟ طب ايه هي بلغاريا، بعدين اطلع على تركيا، رومانيا، يونانيا. ايه وابقى بعدين هذا صاحب الكاميون ما وفت معه، باع الكاميون، اشتغلت على السيرفيس. اول ما اشتغلنا بالسيرفيس اخيته كانت توفي معي، كانت علي بالنهار 1500 دولار. بعدين صاروا مثل الجراد، ما عم بطلع لي 200-250 ورقه، تركت السيرفيس لانه ابني قرا بالجريده انه في مسابقه للنواطير. ايه قمت جيت لهون عملت مسابقه وتعينت هون، بس ما بكفي كمان معي، ايش بدي اسوي؟ راتبي 4-5000 ورقه، وطالع لي كم كمسيون هيك من الجيران شي 10-12000 ورقه، مرتي بتشتغل هون بتشطف البيوت هيك وبتعزل على 10-15000 ورقه، بنعمل لنا كم تعريقه قيدته، يعني شغله 7-8000-10000 ورقه، 40000 ورقه بالشهر، ايش بدي اسوي فيها؟ عم بفكر اغير شغلتي. ايه معك حق، معك حق، لك ليش ما شفت النظاره؟ قد عمرك شغاليز. نسيت انا. شو نسيت؟ في خبر مهم بدي خبرك اياه. شو؟ في الي صاحب معه كم مليون، قال متوقفه كل الصناعات، راح يفوت بالانتاج التلفزيوني. استمزج رايي، قلت له مالك غير هالكاتب الفلتي الوسيم، هذا عليه بطيخه بين كتافه، اذا عصرتها بتزرزب افكار، وعلى اساسي ما مر لعندها. كعو يعني عنده كم مليون بده ينتج؟ لك ايه ما مرق لعندها. انا بنتج ما مرق لعندي، ما شفته. لك شلون ما مرق؟ المفروض بعد نص ساعه يكون عندك بالبيت. شو عم تحكي انت؟ ايه عن اذنكم يا جماعه، قوم وسيم. لوين لوين؟ ما بيصير هيك، ما حلو يجي الرجال وما يلاقي حدا. خلص بيجي بكره، طولوا بالكم، خليكم معنا. اماني لا 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 ما حدا بيقدر، ما بيقدر، ما بيقدر. يلا تفضل بس. مع السلامه. مع السلامه. ايه استاذ نعيم، نرجع نحن لموضوعنا. انا بامر الطيبين مدام امري. ايه استاذ نعيم، هلا قوم اعتذر من مرتك وبالبيت بتبقوا تتفاهموا على كل شيء. شو جميل، احنا شو متفقين؟ شو شايفين زبيبه قدامه؟ لا تجيب سيره زبيبه بنوبة. خلص انا يا جماعه شايف انه الاعتذار مثل قلتوا لا بيقدم ولا بيأخر. طبعا الافضل انه يطوي الصفحه القديمه ويفتحوا صفحه جديده مليانه حب وانسجام وتفاهم. لا انا ما برضى، لازم يعتذر ويوعدني انه ما بقى يعيدها مره ثانيه. عجيب، فتنا بالحيط. شفت من الصحينة أنا بعتذر، تروح تلاقي لها واحد زبيبة يعتذر منها، مو أنا، أنا مالي أشتمي شي لحتى إلا أنا آسف. شوف هي وصلنا على الوقت تمام، فوت أنت هيك لمكتبك طالع لي هدول النصوص اللي ما حدا عم ياخذهم، بركي بيمشي سوقه. طيب هلا أنت عم تقولي لي مو أحسن إذا استنينا للرجل، شفنا بركي مثلا الرجل ما بده كوميدي، بركي الرجل جايب فكرته معه، بركي حاجة اللي بركي بركي أنت ما عليك، طالع لي نفاسك ولك علي، بس يفوت الرجل ما خليه يطلع إلا ودافع لي حقه.
انا هذا اللي بدي اياه. الله يسمع منك يا رب. ها لك قص ايدي اذا ما كان جميل استغل حب سعاد للمصاري واخترع هالقصه مشان يقلعنا من البيت. سيدي انا اساسا عندي وراء بده تظبيط وفي شيء بده تسطيح وفي شيء بده ضب. شو صار مع بابا؟ همام عودها فششت لي راسي. اجا بابا. طمني شو صار معه؟ كله تمام. فط بالحداب. يعني ما رجعتهم؟ ما رجعتهم بس حسب استخباراتي طلع الحقير من رحيلي. ماشي الحال انا بورجيك. شو بدك تعمل بالغراض هلا؟ شو شو بدي اعمل بكره لو بدي اضطر اروح على رحيلي بدي ارجعهم؟ هي ما رح يرجع لك اياهم. بده يرجعهم. المهم هلا شو طابخه اليوم؟ داوود باشا. داوود باشا وعساكره الملحاله. يا الله شو لطيف. قومي قومي الي حطي غدا. هلا ما عندك احلى من الكلمه الاولى؟ يعني شو بدي اقول لك؟ قول كلمه الطف. قومي انضربي على قعدتك حطي غدا. هيك ها شايف شو لطيف؟ التجارة بدها واحد رياضي وروحه مطاطة ونفسه طويل. أنا بكره يمكن روح على حيبة، فهمان؟ ما عم لاقي لك عرض أزياء يريح لك أعصابك، ها؟ اسمع مني اعتذر منا وخذوا الشيطان بقى. شو جميل، صداقتنا شو هالموضوع شي تاني، إذا بتنطح راسها بالحيط مستحيل أعتذر منا، مو أنا اللي بعتذر من مرتي، مو أنا أبداً، فهمت جميل؟ طيب ليش ما بدك تعتذر منا؟ هات لشوف، وتضل زوجتك وعاشت معك عمرها. شو هالحكي ها؟ شو شايفني خروق؟ شو شايفني زبيبة لحتى اعتذر منها؟ نعيم لا تعيدها هي تبع الزبيبة بتزاول منها ها؟ ايه استاذ نعيم شو قررت؟ انا خادم للاوادم، من الراس للمقادم، انا روحي الك مروحة وسناسل ظهري الك مسبحة، بس معلش كل شيء لحال، يعني انا هلا ماني قدران بنوب روح اعتذر منها، وهذا الشيء ما راح يصير لا بحلال ولا بحرام. انا ممكن ها إذا إجت اعتذرت مني هون فوت صالحة وأخذها على البيت وساعتها بعملكم أحلى حلوان صالحة. دخيل عينك يا أستاذ نعيم، خلي عقلك أكبر من عقله فوت اعتذر منها وخلصني من هالقصة. اطلبي مني أي طلب إلا هذا الطلب، مو أنا اللي ببزق بزقة وبالحسا، معلش إذا بتريدي أنا مواقفي ثابتة ومبدئية، بتجي هي بتعتذر، مو بكره لأني اعتذرت منها يصير يكبر راسها، كل ما زعلت والله بتضب شنتايتها وبتضل حردانة، هي شغلة الحرد كنت بطلوا لنا إياها، مزبوط ولا لا؟ أحكي أخي جميل شبك قاعد مثل الطشة تحكي. طشت. الله يسامحك. بصراحة هو معك حق، معك حق بكل شيء عم تحكي، هي شغلة الحرد بشعة، معك حق، معه حق. هلا هذا اللي طلع معك أنت الثاني بدل ما تلين له مخه عم تكبر له راسه؟ أنا لا عم لين ولا عم كبر، صار قد الشنتير بده مين يلين له ويكبر له، هو بحل مشاكله لحاله، بس هي شغلة الحرد ما حلوة منوب منه. يقبرني شو رجال، أنا فايتة أحكي معك. شفتني رجال، مو زبيبة أنا. شو صار معي؟ جوزك متنح مو راضيان يعتذر منك غير لتعتذري انت بالاول. اي ما رح اعتذر. لك شلون ما رح تعتذري؟ يعني ما رح تخسري بالكل القصه غير انت تقولي له انا اسفه يا نعيم وخلصت القصه كلياتها. هنا انت اللي عم تحكي هالحكي ولا ذكري؟ ايه طبعا انا اللي بدي احكي هذا الحكي، انا هنا وانت مها، جوزي غير جوزك وظرفي غير ظرفك والوضع كله غير وضعك، خلصينا بقى قومي اعتذري منه وخلصينا من القصه كلها. اي ما رح اعتذر لو بيطلع عيونه بالطول وبالعرض. والله ما رح حدا يطلع عيونه بالطول وبالعرض غيرك انت، صفني فيها منيح قبل ما اروح اقول له شو صار، بكره بتندمي ها؟ ما رح اندم. انفلقي انتي منيح. صاروا ما تحرم علي بهالاكله. ما لقيت الا فاصوليا الحلو شو اعمل؟ اهلين بام تحسين، اهلين بالحامل والمحمول. هي مسولفتيهم كمان. اشتهيت لك هالاكل ام محمود. هاتي هاتي عنك لفوتهم انا لجوا. خليني فوت ارتاح بتعرف الدرج. جحي جابهم جحي اكلهم، مو طالعين من عينك يعني. لا يا ام محمود لو مو طالعين عيني ما بجيب لك اياهم انا. روحي روحي غدي ولادك، هاتي عنك، يسلموا ايديك. شو حاجك للمرة قالوا الامر؟ تدرس ريتا هالام تحسين، قال عملت لي مفاجأة، كباب هندي مغيرة الأكلة، هي بحبها أكثر منها. هي وين هشتوا علي مثل الدبابير؟ روحي أنت وياها، حلوا عني. أطيبة. بس مكثرت لها شوية ملح، أنا ما بيواتيني، بس معلش أتدبر حالي. ما أطيبة يا سلام. لك وين رجعتوا؟ روحي عني انت وياه،
روحي لفي لها لاختك عروسه زعتر، انا ما بقدر اكل على الزعتر، ما بيسوالي ابدا. لك روحي انت وياها. تضرب يا ام تحسين، نفسك مو طيب بنوب على الاكل، بس شو بدي ساوي؟ الضروره لها احكى. اشتقت لها ما هيك؟ ما بيصير لي شيء إذا تغديت كام يوم نواشف، المهم إنه مها عند هنا، وصار فيني كل يوم روح لعند هنا وشوف هنا واستمتع بجمال هنا. يا لطيف. ما أسألني ما هي؟ بعرف.